وتذهب إلى غدة السمع اللي هي غدتين كي يحال إلى مادة السمع التي تعتبر الوسيلة الدفاعية الأولى لدينا نحن. فهو من وحي الله عز وجل لهذه الحشرة. أمرها الباري عز وجل أوحى إلى النحلة كيف يمكن أن تعالج نفسها في حال إصابتها بالأمراض. فأنا ضد المعالجة لمختلف الأمراض التي تصيب النحلة. خلية مريضة تركها مريضة سوف تعالج نفسها. خلية مريضة تركها مريضة ستتمكن معالج نفسها بأمر الله عز وجل.